السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله، واصل معك إن شاء الله السلسلة التقنية باي كابسولز. وبعد المنطلق وبعد أن تطرقنا إلى هذه المبادئ التي شرحتها في منطلق السلسلة التقنية، وأحب أن أعتذر عن أخطاء الطباعة التي كانت لدي في كلمة وورد وكذلك أند وضعت أي، فتلك ضريبة السرعة والإنتاجية، وطالما نحاول إنتاج أكثر وأكثر ستكون هناك أخطاء بسيطة لا مفر منها. الآن يعني بعد أن عرفنا أهم شيء أن لغة البايثون في البرمجة هي أول شيء اللغة الأسهل والأسرع في التعلم للمبتدئ والأنسب لكل من يبحث عن تحقيق نتائج قوية على الإنترنت. فهنا أذكر يعني قبل أن نمر الآن في هذا الدرس إلى خارطة الطريق أنه بالنسبة للغة بايثون وحسب المبادئ التي شرحتها سوف نسير وفق كبسولات تقنية ووفق خارطة طريق، يعني نتطرق فيها إلى ما نحتاجه بالضبط لتحقيق نتائج على الإنترنت، لأنه ليست كل لغة برمجة هي للدراسة بأكملها، بل نأخذ ما نحتاجه. وأذكر بالمبدأ العام الذي لدينا هو ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فواصل معك. فكما قلنا بايكابسولز هي سلسلة تقنية سوف نسير فيها حتى تكون لديك رؤية واضحة وفق خارطة الطريق الآتية. أول شيء في هذه السلسلة التقنية سوف نبدأ بإنترودكشن، وإنترودكشن هي ما تراه الآن، هو الدرس السابق المنطلق الذي تكلمت عنه، ثم بعد ذلك حينما أشرح لك الآن خارطة الطريق الدورة، ثم أريد أن نمر بسرعة إلى التثبيت والتطبيق والعمل مباشرة إلى الأشياء التطبيقية. لكن هذه الأشياء إذا لم أتطرق لها في بداية السلسلة فسيكون هناك مشكل، بحيث أنك سوف تسير بدون خارطة، يعني لن تعرف ماذا تفعله، لكن إذا وضعت لك خارطة سوف تسير معي بأريحية وفهم ورؤية واضحة. جيد، الانترودكشن. ثم بعد الانترودكشن وتثبيت البايثون على الجهاز وكل هذه الأمور، سوف ندخل في أول محور تقني ألا وهو البيزك داتا تايبس. وهنا أحب أن أنبه إلى مسألة في البيزك داتا تايبس، يعني من أغلب المشاكل التي ألاحظها في شروحات البايثون أن هناك يعني من يجمع في الداتا تايبس أو أنواع البيانات، وهنا أحب أن أنبه إذا لم تفهم أي شيء مما أقوله الآن فليس هناك أدنى مشكل، لأن كل شيء سأشرحه بالتفصيل وسأترجمه بالعربية وسأتكلم عنه بالتفصيل الدقيق، فحتى إذا لم تفهمه الآن في التقديم وخارطة الطريق لا يوجد أي مشكل. كما أنني أحب أن أنبه إلى نقطة ذهبية في هذه السلسلة التقنية، أستطيع أن أقول لك أن هذه السلسلة التقنية إذا كان هناك طفل في المستوى الابتدائي ويريد يعني تعلم هذه اللغة يكفي فقط أن يفهم طريقة شرحي وما أقول، فسوف يستطيع تعلمها وتعلم الأشياء أو العناصر العملية التي يمكنه العمل بها في هذه اللغة. فهذه السلسلة التقنية ليست يعني ليست لفئة عمرية معينة، بل يعني كما قلت حتى مستوى فهم عدد من الأطفال يستطيعون أن يفهمون ما سأشرحه الآن. فلغة بايثون عامة يعني بإجماع المبرمجين ليست صعبة على الإطلاق، تتطلب فقط رغبة في التعلم لا أقل ولا أكثر. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. فكما قلت أول محور تقني سوف نتطرق له هو البيزك داتا تايبس أو أنواع البيانات، وسأشرحها بالتفصيل الدقيق، لكنني سأتطرق في هذا المحور لبيزك داتا تايبس ولن أتطرق لكل الداتا تايبس، لأنه إذا قمنا بالخلط كما يفعل يعني بعض الإخوة والأخوات في الشروحات، يعني يضع داتا تايبس كاملة، فسيقع المتدرب في مشكل في تطبيق المحاور الموالية. لذلك يجب أن يكون هناك منهج يساعد على التعلم بشكل سهل وغير متعب. كذلك بعد البيزكس داتا تايبس سوف نتطرق بالتفصيل وبالشرح بكل شيء للمحور التقني الليس أو القوائم،
فهنا في المحور التقني الخاص بالليست أيضا سوف نشرح كل شيء بالتفصيل الدقيق وكل ما يتعلق بالليست. وكذلك أحب أن أنبه أن كل محور تقني لن تجد فيه درس واحد فقط، بل ستكون مجموعة من الدروس في البيزك تايبس كذلك في الليست، وسأحاول إنهاء هذه السلسلة التقنية بأكملها بأقصى سرعة ممكنة. الليست هي القوائم، كذلك سوف أتطرق في المحور التقني الثالث إلى اللوبس أو وظائف التكرار، يعني العمليات المتكررة، كيف يمكنك برمجة العمليات المتكررة. ثم بعد ذلك إلى الكونديشنالز، الكونديشنالز أي العمليات الشرطية أو عامة يعني في ألغوريتمات البرمجة تسمى بالإف، وأذكر أن هذه الأمور بسيطة للفهم، يستطيع فهمها من أصغر شخص سنا إلى أكبر شخص سنا، ولا يوجد سن معين لتعلم البرمجة. وأقول أن البرمجة بمناسبة الكونديشنالز من يعني من أكثر الأشياء متعة وفائدة قد تتعلمها في حياتك. جيد، الكونديشنالز هي كما قلت الوظائف الشرطية، وسأشرحها بالتفصيل في محورها التقني. ثم بعد ذلك سوف نمر إلى الديكشنريز، وديكشنريز هناك مشكل يعني يقع فيه مجموعة من الإخوة الذين يقومون بشرح البايثون، بحيث أنهم يضمون الديكشنريز إلى محور داتا تايبس، وهنا قد تخلق ثغرة في فهم الشخص تسبب له مشاكل تقنية فيما بعد، بسبب أنه لم يضبط الداتا تايبس لوحدها والديكشنريز لوحدها، فإذا تم خلطها بالداتا تايبس أثناء أي دورة تدريبية تقع ثغرات تقنية لدى الشخص في تطبيقاته. ثم بعد الديكشنريز هناك الوايل لوبس، والوايل لوبس يعني مثل الديكشنريز إذا شرحناها منفردة وتعاملنا معها بشكل منفرد لا يوجد أي مشكل، أما إذا قمنا بضم الوايل لوبس إلى محور اللوبس في الشرح والتدريس فتقع مشاكل تقنية للشخص. لذلك هذين المحورين الديكشنريز واللوبس لا يجب أن يدمج هذا مع الداتا تايبس، ولا يجب أن يدمج الوايل لوبس. وأترجم الديكشنريز هي المعاجم، وسأشرحها بالتفصيل وتفهمها ماذا تعني في كل درس. فكما أقول في خارطة الطريق لا يهم أن تفهم بعمق ما أتكلم عنه، فقط أبين لك الخارطة التي سنسير عليها، وحينما سنصل لكل مدينة من هذه المدن ستتعرف عليها وتحفظ مرافقها وتعرفها بدقة، وتصبح كأنها المدينة التي تعيش فيها أنت الآن. الآن عليك فقط معرفة كل مدينة أو بلد سنمر به في رحلتنا. لذلك خذ الأمور ببساطة، لا تعقدها، لا تتوقع التعقيدات، لأن كل شيء أبسط مما يمكنك تخيله لدرجة طفولية نوعا ما. كذلك أقول الوايل لوبس أو عملية التكرار الشرطية، وسأفصلها وأدققها إن شاء الله حينما أصل لها في الشرح، هي من أهم الأشياء التي يجب أن تدرس في السلسلة التقنية منفردة، ولا يتم دمجها مع اللوبس حتى لا تقع للشخص ثغرات. وأذكر أنني الآن أقدم أهم نقطة متفردة في هذه السلسلة التقنية التي أقدمها للغة بايثون، هي نستطيع القول بايثون أو الباي كابسولز هي بايثون فور بيزنس، لأنها مصممة خصيصا هذه السلسلة التقنية للأشخاص الذين يريدون العمل بلغة بايثون بشكل عملي وليس نظري. وأضيف إلى ذلك أنني سأفرغ يعني سأجعل الدورة مركزة إلى أقصى حد على ما تحتاجه بالضبط. ثم بعد الوايل لوب سوف نمر إلى الفانكشنز أو الدول، والفانكشنز والدول هي من أمتع المحاور التي قد تشاهدها في البايثون وفي لغات البرمجة عامة. هي عامة المتعة ستبدأ هنا في الداتا تايبس في درس معين. ثم حينما سنصل إلى الفانكشنز سيبدأ يظهر لديك نوع من التمكن، وستبدأ بالإحساس أنك بدأت تتمكن من أساسيات لغة البايثون. ثم بعد ذلك سنصل إلى محور الكلاسز أو الفئات، ففي الكلاسز ستشعر فعلا
أنك أصبحت نوعا ما صاحب قدرة جيدة على تنفيذ ما يتبادر إلى ذهنك كتطبيق في لغة البايثون، وستشعر بمتعة رهيبة في محوري الفانكشن والكلاسز. وأحب أن أنبه إلى أن من أمتع الأشياء وأكثرها ربحية وأكثرها يعني أثر على حياة الشخص هي البرمجة عامة بلغة بايثون أو أي لغة برمجة أخرى، سي شارب، سي بلاس بلاس، أو لنقول جافا. كل هذه اللغات هي قوية جدا، لكن حتى أكون صريح معك، لم أرى لغة مثل البايثون بسبب اللايبراريز وستفهم المكتبات، وبسبب اختصارها الشديد للوقت وسهولة العمل بها. فتابع معي إن شاء الله هذه السلسلة. أظن إن شاء الله يعني لم يسبق لي أن قلت في أي شيء من قبل أنه سيغير حياتك، لكن أقول لك أنك إذا دخلت عالم البرمجة programming يعني هذا الأمر سوف يغير حياتك. أشكرك على حسن المتابعة. أراك إن شاء الله في الدرس الموالي. أحب أن أنبه إلى أمر معين، إذا كان لديك أي سؤال تقني أو أي شيء اطرحه علي في التعليقات. أما رقم الواتساب الذي تراه على الشاشة هو خاص فقط بطلب الدورات التكوينية بروفيشنال والبرامج بروفيشنال. لا تنسى أيضا متابعتي على إنستغرام. أراك إن شاء الله في الفيديو الموالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.